نفت وسائل إعلام جزائرية رسمية يوم الثلاثاء كافة الأنباء المتداولة حول وفاة الوزير السابق للجزائر أحمد أويحيى، وأكدت مصادر مقربة أن الوزير يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي شيء، مطالبا كافة وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تخرج من حين إلى آخر حول وفاة أويحيى لأنها تؤثر بذلك على عائلته. وقال أحد النشطاء أن أحمد أويحيى في ذمة الله عن عمر ناهز 68 عاما ومن مواليد 2 يوليو سنة 1952 بدائرة أبو درار بلدية بني ينمي في الجزائر، سياسي ودبلوماسي ورئيس الحكومة الجزائرية السابق منذ 15 أغسطس عام 2017 وحتى 11 مارس 2019.